بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. احنا النهارده الحد الثاني من شهر مصر المبارك، وهقرا لحضراتكم انجيل قداس اليوم. وبعد هذا خرج فنظر عشارا اسمه لاوي جالسا عند مكان الجبايه، فقال له اتبعني، فترك كل شيء وقام وتبعه. وصنع له لاوي ضيافة كبيرة في بيته، والذين كانوا متكئين معه كانوا جمعا كثيرا من العشارين وآخرين. فتذمر كتبتهم والفريسيون على تلاميذه قائلين: لماذا تأكلون وتشربون مع العشارين والخطاة؟ فأجاب يسوع وقال لهم: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة، والمجد لله دائما بدين أمين. النهاردة الحد الثاني من شهر مصر، وشهر مصر يعتبر الشهر القبل الأخير في السنة القبطية، وإحنا عارفين إن السنة القبطية 13 شهر، لكن شهر مصر يعتبر آخر شهر كامل ك30 يوم. فالكنيسة دايما تنبهنا مع نهاية السنة، بتعبر عن نهاية حياتنا، فتلاقينا مواضيع خاصة بمنهج علشان تبنينا روحيا وتخلينا دايما في استعداد. فأول حد تطلب مننا الثمر، الحد التاني تقول لنا لو ما جبتش ثمر في فرصة أخيرة، ممكن يبقى في فرصة وممكن تكون دي آخر فرصة. فربنا يسوع المسيح يذهب بنفسه إلى مكان الجباية ويقابل لاوي العشار. وكلمة عشار معناها إنه جامع ضرائب، لكن أصعب من كده كمان إن هو بيبقى عنده طمع وظلم وقساوة، وهو مكروه من الأمة اليهودية اللي هو منها، لأنه بيعتبر خائن ليهم ومتفق مع المستعمر الروماني. فعشان كده هو محب للمال. احنا عارفين زي ما بيقول الكتاب، محبة المال هي أصل الشرور، الذي إذا ابتغى قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. والعجيب أن الإنجيل بحسب ما كتب معلمنا متى يقول وضوحا أن لاوي العشار ده هو متى، أن أول إنجيل بحسب ما كتب، احنا طبعا عندنا انجيل واحد بس، في انجيل بحسب ما كتب مرقس وبحسب ما كتب لوقا ما قالوش اسمه متى. لكن القديس متى لما جه قال لنا الموضوع دوت، قال وضوحا ان لاوي العشار هو متى العشار، وكأن الانجيل بحسب ما كتب لوقا وبحسب ما كتب مرقس تفادوا او تحاشوا ان هم يقولوا اسم وضوحا لشهرته، وهو كان من التائبين. ذهاب ربنا يسوع المسيح له المجد الى مكان الجباية، ومكان الجباية ده بيقولوا كده ان خيمة كبيرة وقاعد فيها العشارين بيجمعوا الضرائب من الشعب طبعا، وبياخدوا منها الاضعاف في طمع. فربنا نعمة كبيرة انه يروح لغاية عندي وفي مكان زي دوت. وشفنا حاجات كتيرة في تاريخ الكنيسة وفي الكتاب المقدس، ان مش بس ربنا ممكن يروح للقديسين، زي يبعت رئيس الملائكة للقديسة ام النور عذراء مريم اللي بنحتفل بايامها اليومين دول، لا ده كمان يبعت كمان ملاك لدانيال في جب الاسود، وممكن يروح بنفسه جوه اتون النار. فربنا بنعمة يوصل لكل واحد.
في أي مكان هو موجود، حتى لو في السجن يبعت لبطرس ويروح لبولس وسيلة في سجن فيليبي، فربنا يذهب لكل واحد، هو يريد الكل، ولازم يجي لي ولازم يبعت لي صوته، ممكن يبعت لي خادم، ممكن يبعت لي ملاك، ممكن ربنا هيدبر الأمور من أجل خلاصي. المهم إن أنا أستجيب وأتبادل معاه الحب ده، ففي اتضاع عجيب ربنا يروح لمكان جمع الضرايب علشان يدعو لاوي اللي هو متى العشر. قال له كلمة جميلة جدا، اتبعني. فكلمة اتبعني دي أغلى حاجة، إن الإنسان يتبادل الحب مع ربنا وإنه يتبعه، وهو ربنا يسوع المسيح تارك لنا مثالا عشان نتبع خطواته ونمشي معاه حاملين الصليب، نشوف هو كان بيعمل ايه ونبقى في نفس درجة الحب بالتبادل معاه، نشوف هو كان بيحب ازاي، كان بيدي ازاي، كان بيبذل ازاي، كان بيصلي ازاي، كان بيصوم ازاي. فهو قبل ما كان يعلم كان يفعل اولا، فهو ذهب بنعمة وكمان بيدعوني. واحنا الكنيسة حتى تعلمنا في مقدمة التسبحة، في مقدمة مجمع القديسين، نقول له كده: نتبعك بكل قلوبنا ونخافك ونطلب وجهك. يعني ليه؟ تبعية المسيح هي هتوصلنا للتوبة الحقيقية، للنقاوة، للمجد معاه مع القديسين. النقطة الثالثة الجميلة جدا نلاحظها، ان لاوي العشار اللي هو متى ترك كل شيء، ترك كل شيء وتبعه. مش ترك بالكلام ولا تبعه بالكلام بس، لا، احنا ما سمعناهوش ان هو قال ولا قال كلمة ولا كتب عنه حاجة ان هو قالها بنفسه، انما هو بنفسه ورانا افعال. يحب نحب بالإيه؟ بالعمل والحق، ليس بالكلام فقط ولا باللسان. فقام بسرعة بسرعة وترك كل شيء. جميل قوي، ممكن ربنا يبعت لي رسالة في أمور كتير ويقول لي اترك الحاجة ديت، الحاجة دي مع الطلاق، الحاجة دي مش هتخليك في صورة أفضل، ابعد عن الأماكن دي، ابعد عن العلاقات دي، ابعد عن المواقع دي، ابعد عن أي شر وشبه شر، ابعد عن الكراهية وحب. عشان كده يورينا كمان في رسالة يوحنا النهاردة، يورينا إزاي إن من يبغض أخاه فهو يبقى في الظلمة، يبقى في الظلمة. ونحن انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الأخوة. فربنا يسوع المسيح جاي وعايز حد يتبادل مع الحب. يبقى أول حاجة نعمة، تاني حاجة ورانا إن في تبادل للنعمة دي، إن أنا أقوم وجاهد. أقوم وجاهد إزاي؟ أترك كل اللي معطلني، أترك كل اللي معطل خلاص نفسي. فترك كل شيء وتبعهم. فتبعه ازاي؟ اتبعه اني فعلا يقرب منه، عايز اسمع صوتك، عايز اتبادل معاك، شفت حبك، يبقى انا كمان في حياتي عايز اترك حاجات كتير، اترك مشغوليات كتير عشان اقرا الكتاب المقدس واتعمق فيه، اترك مشغوليات كتيره واترك الموبايل واترك حاجات كتير بتعطلني علشان أصلي كويس وأتعمق في علاقة، أترك حاجات كتير معطلاني عن الكنيسة ومعطلاني عن الحياة الكنسية والتناول من الأسرار المقدسة. فهو بيقول لي اتبعني، فترك كل شيء وتبعه. دي أحلى حاجة شفناها في التوبة. عشان كده ربنا راح لمكان الجباية علشان يقول لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، لم آتي لأدعو أبرار بل خطاة للتوبة. وطبعا كلمة أبرار ده الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله، ليس ولا واحد بار، فكله محتاج
ان دايما يتنقى ودايما محتاج للتوبة. واحنا يمكن اللي يقرأ بقية القراءات النهاردة نلاقي حتى في انجيل عشية توبة العشار اللي قرع على صدره ومرضاش حتى يرفع عينيه ويقول اللهم ارحمني فاني خاطي. جميل جدا كمان النقطة الرابعة ان نلاقي في متى العشار انه صنع ضيافة كبيرة، ضيافة كبيرة مش قليلة، وجمع كل العشارين والخطاة اللي كانوا معاه، وربنا يسوع المسيح يحضر ويقعد معاهم ونشوف عجيب ربنا. بيقول فعلا ها أنا واقف على الباب وأقرع، إن فتح أحد لي، إن فتح أحد لي أدخل وأتعشى معه وهو معي. يبقى ربنا بيقرع على كل واحد مستني حد يفتح عشان يقعد معاه ويتعشى معاه. وده فعلا حصل عمليا مع تجاوب لاوي العشار متى العشار، تجاوب مع ربنا في الدعوة. نلاقي بقى حاجة عجيبة جدا، تذمر الكتبة والفريسيون، وراحوا قالوا لتلاميذه لماذا تأكلون مع الخطاة والعشارين، لماذا تأكلون مع الخطاة والعشارين. ربنا يسوع المسيح يقول لنا فعلا أنا جاي للناس المرضى، للتائبين اللي خد قرار التوبة، اللي بعد عن ترك الجباية وترك مكان الشر، علشان التوبة الحقيقية هي مش بس ندم، هي مهم ان انا اندم واحزن على الخطيئة، لكن جميل يكون عندي رجاء واني في اقرار بالخطيئة واعتراف بيها، وكمان في قرار ان انا يكون عندي عزم ان انا ما ارجعش للخطيه تاني، وعلشان اتمتع بمعيه الله بان انا اتمتع بالغفران والثبات فيه والحياه الابديه بالافخارستيه بعد كده. فعشان كده القديس ماري اسحاق السورياني يقول كده، اذكر خطايا العظماء القدام وتوبتهم، وكم من كرامة وشرف نالوها بعد توبتهم، فنتعزى نحن أيضا في توبتنا. يعني مش بس ربنا قبل لاوي، ده خلى ليه مكانة. وإحنا أول ما نفتح الكتاب المقدس نلاقي أول إنجيل بحسب ما كتب معلمنا متى، أول بشارة لقيها في الكتاب المقدس الإنجيل بحسب ما كتب معلمنا متى. ويقول لنا كمان أن الكنيسة هي مستشفى للمرضى. إزاي؟ يقول لنا فعلا أن القديس ماري اسحاق يقول ان الكنيسه هي مستشفى للمرضى. ومش بس كده، الكنيسه مش بس مستشفى للمرضى، الكنيسه كمان وقايه من المرض. ويقول كمان بعض الاباء ان الكنيسه كمان مصنع للقديسين، الكنيسه تكون مصنع للقديسين. فربنا مش بس لما يشوفني تركت كل شيء، ده كمان ربنا يرفعني ويشجعني، وكمان يدافع عني. ده اللي ربنا عايزني دايما في الصورة دي. ونشوف القديس أغسطينس يقول لنا فعلا حاجة مهمة، يقول لنا حقيقة مهمة لازم نعرفها، لا خلاص خارج الكنيسة، لأنها بيت الله، وهي الكنيسة البيت الغفران والثبات والحياة الأبدية في ربنا يسوع المسيح تبارك اسمه. ونلاقي في مزمور الإنجيل حاجة تتفق بنفس الموضوع، يقول السماوات تعترف بعجائبك، بحقك في كنيسة القديسين، طوبى للشعب الذي يعرف التسبيح، وبنور وجهك يسلكون. يعني ببساطة خالص يقولوا ان السماوات دي هي
الكتاب المقدس لأنه بيديني الحياة السماوية. السماوات دي اللي بتعترف بعجائبك هي الآباء الرسل اللي كتبوا الكتاب المقدس مسوقين بالروح القدس، وإحنا ننظر إلى نهاية سيرتهم ونتمثل بإيمانهم، وكمان نشوف إن في كنيسة القديسين. طبعا القديسين كل اللي اتعمدوا، كل اللي اتدشنوا بالميرون مدعوين قديسين ويحافظوا على مكانتهم ديت عشان يستحقوا المجد الإلهي. ويقول طوبى للشعب الذي يعرف التسبيح. شعب يعني كمان الكنيسة دي بيت الملائكة، بيت التسبيح، ببيتك يليق القداسة. نشوف بقى حاجة عملية النهاردة كمان في القراءات، نلاقي ليتورجية تمت في سفر أعمال الرسل النهاردة في قراءات الإبراكسيس. نلاقي القديس بولس الرسول لما راح ترواس في آسيا الصغرى وقعد يتكلم بعظة وعمل ما يعني تطبيقا للقداس اللي احنا عايشينه دلوقتي، قعد يعيش العظة وبعد كده بعد العظة يبتدي في صلوات كسر الخبز. فبعد عظة طويلة جدا وفي واحد حريص، أفتيخوس، واحد كان حريص جدا انه يبقى حاضر في الليتورجية ديت وحريص انه يتمتع بكلمة ربنا في طاعة ربنا، رغم انه هو كان مثقل بنوم عميق وهو ساند على الطاقة من الدور الثالث، يقولوا انه سقط ميت محمول، سقط خلاص مات. ف بولس الرسول يقول لهم تركوه دلوقتي ويرجع يكمل الليتورجية للآخر اللي هي الصلاة الجماعية مع الشعب. صلاة الجماعية مع الشعب يدعو عليها ليتورجية، بالأخص صلاة الأفخارستية التناول، ويكمل وبعدين يتناول ويلاقوه قام من الموت. وكأن دي حاجة بتورينا ان التوبة الحقيقية والحياة في طاعة الوصية اللي بيقولها لنا النهاردة في رسالة بولس الرسول في اهل افسس، لما بيقول لهم اعمل الوصية، اكرم اباك وامك. يقول كده ايها الاباء لا تغيظوا اولادكم، ايها العبيد أطيعوا سادتكم. كل دي وصايا، يقول لنا دي وصايا المحبة، وصايا إزاي الإنسان يعيش وكمان يهرب من محاربات عدو الخير. ويقول لي خليك حريص بعد توبتك. ليه؟ يقول لنا البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا أمام مكايد إبليس. فربنا يسوع المسيح بيقول لنا خليكوا دايما لابسين سلاح الله الكامل. ايه سلاح الله الكامل؟ يقول ممنطقين احقاءكم بالحق. دايما فكري ومستعد، الاحقاء بالحق دي ممنطقين يعني رابطين ومستعدين، دايما ذهني في نقاوة وطهارة، ممنطقين احقاءكم بالحق. والحق ده يقولوا عليه ربنا يسوع المسيح اللي قال انا هو الطريق والحق والحياة. ويقول لي كمان لابسين درع البر. دايما بنعيش بالتقوى ونحيا لحياة البر للجميع في حب. حازين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام. يعني دايما ماشي في طريق ربنا، زي الابن الضال لما رجع لأبوه حضنه ولا قال له أي عتاب ولا عاتبه ولا وبخه، خده بالحضن وقال له انت ابن وهترجع ابن، ولبسه الخاتم ولبسه الحلة الاولى وكمان ادوله حذاء في رجله علشان يمشي في طريق الكتاب المقدس ويمشي
فعلا في طريق ربنا بالتوبة الحقيقية المستمرة. وبعدين يقول لي ترس الإيمان وخوذة الروح. خوذة الروح دي بقى الخوذة يعني كل فكر مستأثرين كل فكر لطاعة المسيح. وخدوا سيف الروح. سيف الروح دايما حافظ كتير من المزامير، حافظ كتير من الآيات المقدس. ده سيف يحميني ضد كل سهام إبليس الملتهبة نارا. كل ده بيلبسوا خوذة الخلاص، البسوا سلاح الله الكامل. فيجي بعد كده بيقول لي دايما خليك دايما دايما في حالة قيامة. والكنيسة تصلي بتقول ايه؟ الساقطين اقومهم والقيام ثبتهم. ده اللي يمسكني في حياة استعداد دائم مش واستعداد توبة. وفي يصنعوا أسمارا طليق بالتوبة، يبقى الإنسان بيسعى باستمرار لحياة البر. فمش بس إن القديس لاوي العشار أو متى العشار راح له المسيح وانتهت القصة على كده، لأ ده كمل وكان ليه مكانة عالية جدا في الكنيسة. والإنجيل بحسب ما كتب متى منتشر في كل العالم كله. ونقول ده كان إيه؟ ده كان عشار وكان كل الناس بتكرهه وكان بيظلم وكان قاسي وكان حاجات كتير. لكن لما ربنا يسوع المسيح اداله الدعوة وتابعه من كل قلبه وترك كل شيء، كل المعطلات دي تركها وتابعه وعمل ضيافة كبيرة. وربنا يعلن مكانته ويرفعني في توبتي ويقول لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، لم آتي لأدعو أبرار بل خطاه للتوبة. يبقى ده ربنا يسوع المسيح، هو ده المنهج اللي عايز كل يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. لكن بيقول لنا خلي بالكم، خليكم حريصين. النهاردة في رسالة يوحنا يقول لنا إيه؟ لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم. وبيقول لنا لأن كل ما في العالم شهوة الجسد. خلينا حريصين، أكون حريص من أي خطية وكل شبه شر يحاول عدو الخير إن هو يخش عن طريق فكري أو عناية. ليه؟ لابسين سلاح الله الكامل. وكمان تعظم المعيشة، إن أنا دايما مش شبعان بربنا. ولو مش شبعان بربنا كويس يبقى هكون بشحت من العالم، مش فرحان، مش مصطلح مع نفسي، مش راضي ليه عن حالي، مع اني ممكن ده اكون افضل شيء اللي انا فيه دلوقتي. وشهوة العين دي ياما عطلت ناس كتير وياما تعبت ناس كتير وضيعت خلاص ناس كتير. فشهوة العين في ان الانسان دايما يقارن ظروفه بظروف الاخرين. فعشان كده ربنا سبق وقال لنا خلي بالكم ان كل الامور دي هتعطل خلاص نفسي. فاكون حريص وعارف ان كل حيل عدو الخير بيستخدمها ازاي، بشهوة الجسد وتعظم المعيشة وشهوة العين. عشان كده دايما يقول لنا البسوا سلاح الله الكامل، الصلاة والصوم والحياة الكنسية والكتاب المقدس يديني حماية. وكمان لما بعيش الأفخارستية باستمرار وبانتظام. ملخص النقط والدروس اللي خدناها النهاردة من فصل الإنجيل، إن ربنا يسوع المسيح يذهب لمكان الجباية وهيجي لي في أي مكان أنا موجود فيه مهما كانت حالتي. تاني نقطة مطلوب مني إن أنا أتبادل معاه. هو هيقول لي اتبعني، أنا عايزني أتبادل معاه. وشفناها في متى العشر، ترك كل شيء وتابعه. وكمان ربنا بيرفعني ويشجعني ويدافع عني. وكمان
يقدر كمان يقدر ويجي ويتعشى معي زي ما قال ها أنا واقف على الباب وأقرع، إن فتح لي أحد أدخل وأتعشى معه. لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، ولم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة للتوبة. لإلهنا المجد الدائم أبديا أمين.